حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في روح الاتحاد في هذه الوقفة المباشرة ولتأتيكم من أرض المعارض في العاصمة أبوظبي، واللي تم افتتاح من خلالها فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته 27، وباستضافة الصين هذه الدولة ذات التاريخ العريق والثقافة المتنوعة واللغة التي لم تعد عصية على الحراك ولا على الترجمة ولا على التبادل الثقافي من خلال هذا الجسر الإماراتي والتي تمثله العاصمة أبوظبي. نرحب بكم إذن في هذه الساعة، واللي بيرافقني فيها أيضا زميلي رافد من أجواء هذا المعرض. ولكن بداية يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف الأستاذ عبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة بهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. نرحب بك أستاذ عبد الله. الله يحييك أختي صوفية، وشكرا على استضافتنا في برنامجكم الرائع روح الاتحاد، تواجدكم معنا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حياكم الله. الشكر لك، طبعا السرور يحف بنا نحن أيضا كفريق عمل في روح الاتحاد، ونبارك لكم هذا الافتتاح المميز هذا اليوم فيك. واللي نبغي هذا يعني نجاحنا كلنا. الله يسلمك. نبغي نقرب أيضا الصورة لمشاهدينا الكرام في روح الاتحاد عن أجواء الافتتاح اليوم، كيف نعم. سارت، وأيضا أبرز الضيوف والشخصيات اللي تواجدت فيه. نعم، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم المعرض. تشرفنا بوجود سمو الشيخ سيف بن زايد، وكان طبعا بدأ الافتتاح بزيارة افتتاح الجناح الصيني وحضور العديد من الشخصيات من الجانب الصيني، أكثر عن 216 ضيف رسمي من جمهورية الصين. وكان في جولة في المعرض، والحمد لله كان المعرض متعلق بضيوفه وب يعني بالبرامج المصاحبة له. نعم. نعم، برنامج ثقافي وأيضا مهني حافل بالفعاليات المميزة ويعني المحطات الكثيرة. ولكن قبل ذلك نتحدث عن الضيف الصيني. نعم. بالتحديد يعني، والرؤية اللي تسعون لتحقيقها من خلال استضافة يعني نقدر نقول يعني هذا العملاق المعرفي والثقافي والتاريخي أيضا. نعم، لا شك أن الصين اليوم بإطلاق مشروع طريق الحرير قررت أن تكون العاصمة أبوظبي هي مركزا ثقافيا لها، وعندنا استضافتنا الصين ضيف الشرف أطلقت العديد من البادرات من الجانب الصيني والإماراتي، فهناك الكثير من الكتب التي ترجمت من الثقافة الصينية إلى اللغة العربية وبالعكس من اللغة العربية إلى الثقافة الصينية، كما تم توقيع كثير من اتفاقيات الشراكة لمشاريع مستقبلية بين الجانب الصيني والجانب الإماراتي، وكذلك الناشرين العرب. هناك المؤتمر تطوير صناعة النشر، وكذلك مؤتمر الأدب العربي الصيني. إذن هناك الكثير من الأنشطة المعنية بتاريخ وهذا البلد العريق اللي هو الصين.